لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دين الله يسر لا مشقة فيه، فلا يطلب من عباده ما لا يطيقون. فالأصل في الأمر والنهي ألا يشق على النفوس. ألم نتعلم سويا في سورة البقرة أن العذر كالمرض والسفر يخفف ويسهل في التكاليف بل ويسقط بعضها؟ ألم يخفف الله عن المريض والمسافر في الصلاة والصيام؟ وانظر إلى التكاليف بشكل عام، ألا يستطيع الإنسان أن يؤديها بيسر وسهولة؟ ففي قدرة الإنسان أن يصلي أكثر من 5 صلوات في اليوم، وفي قدرته أن يصوم أكثر من شهر في العام، ولكن الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم صحيح، هناك بعض العبادات وبعض التكاليف التي فيها مشقة، ولكنها مشقة في وسع الإنسان يستطيع أن يقوم بها، ولكن مقابل تلك المشقة ثواب. أتدري ما هو؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنحن مكلفون بالوسع دون ضجر ودون مشقة بالغة، ولسنا مكلفين بالطاقة وهي المشقة البالغة والحرج. وكثير من عوام الناس يستشهد بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها استشهادا خاطئ. فإذا قلت لأحد لماذا لا تصلي في المسجد يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا سألت رجل بسيط يعمل في الشارع لماذا لا تصوم رمضان يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فوجب علينا أن نبين لهم خطأهم، وأن الله عز وجل طالما كلفنا بتكليف فإنه في وسعنا. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكل نفس ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، فمن فعل خيرا نال خيرا ومن فعل شرا نال شرا. ولماذا أتى الله بالفعل كسب مع الخير وبالفعل اكتسب مع الشر؟ كسب فيها يسر دون تكلف ودون عناء، وذلك لأن الإنسان فطر على عمل الخير. أما اكتسب فهي أقوى في المبنى وأكثر في عدد الحروف، فيها تكلف وفيها مشقة وفيها عناء. كما نقول حمل الولد الحقيبة وتحمل الولد الحقيبة، تحمل فيها مشقة وفيها تكلف وفيها عناء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تعاقبنا إن نسينا شيئا افترضته علينا أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله. وقد عفى الله عن هذه الأمة النسيان والخطأ رحمة بهم وإحسانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تكلفنا من الأعمال الشاقة ما كلفته من قبلنا من الأمم السابقة. وقد فعل تعالى فخفف علينا من الأوامر والعبادات ما لم يخففه على من كانوا قبلنا. فقد كلف الله تعالى العصاة من بني إسرائيل بقتل أنفسهم إذا أرادوا التوبة الصادقة، بينما توبة الأمة الإسلامية من أي ذنب تكون بالندم والعزم على عدم العودة ورد الحقوق إلى أصحابها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا نستطيع من التكاليف والمصائب والبلايا والمحن. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وامحو ذنوبنا واستر عيوبنا وأحسن إلينا، وبالعفو وبالمغفرة ندفع المكروه والشرور، وبالرحمة نحصل على الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا ومالك أمرنا ومدبره، وأنت ربنا وإلهنا، وأنت ناصرنا وحافظنا ومعيننا، فانصرنا على من جحدوا دينك وكذبوا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. وعقب الله تعالى على كل دعوة من تلك الدعوات وقال: قد فعلت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.